أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور، أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار الاستعداد لفروض المرحلة الأولى أو الفرض الأول للدورة الأولى للمستوى الرابع، نشوف نموذج للفرض الأول الدورة الأولى مادة النشاط العلمي للمستوى الرابع. إذا النموذج هتلقاوه على شكل PDF في الوصف. إذا نبدأ السؤال الأول، استخرج من الوثيقة طرق انتقال فيروس كورونا المستجد. إذا غنقراو الوثيقة مزيان، وانطلاقا من الوثيقة غنخرجو إذا أن نجاوبو على الأسئلة، يعني انتقال مباشر وانتقال غير مباشر. ينتقل فيروس كورونا المستجد عن طريق القطيرات الصغيرة التي يفرزها الشخص المصاب بمرض كوفيد 19 عندما يسعل أو يعطس أو يتكلم، أو عن طريق ملامسة الأشياء والأسطح التي وقعت عليها هذه القطيرات كالطاولات ومقابض الأبواب والسلالم بعد لمس العين أو الفم أو الأنف باليدين. إذا أشنو كنقصدو بالانتقال المباشر؟ يعني كيفاش كينتقل إذا مباشرة إذا كوفيد 19 من الشخص المصاب. أما الانتقال غير مباشر كيفاش انتقل عن طريق شيء آخر. إذا بالنسبة للانتقال المباشر هو الاتصال المباشر مع الشخص المصاب عندما يسعل أو يعطس أو يتكلم. أما الانتقال غير مباشر هو هذا الشخص عندما كيلمس واحد الشيء او سطح ديجا وقعت عليه قطيرات ديال يعني الشخص المصاب. اذا نبداو بالانتقال المباشر. اذا الانتقال المباشر عن طريق ماذا؟ عن طريق القطيرات. اذا عن طريق القطيرات، اذا هنا القطيرات او كنسميهم الرذاذ، يعني عن طريق القطيرات، هذه القطيرات التي يفرزها. اذا كم نعطيكش نخرجوا من النص التي يفرزها من الشخص المصاب. اذا الشخص المصاب، اذا هذا الشخص المصاب اذا كينقل واحد الرذاذ عن طريق ماذا؟ اذا عن طريق هنا عن طريق القطيرات التي يفرزها الشخص المصاب عندما يسعل، عندما يسعل او يعطس او يتكلم. اذا عندما يسعل، اذا يسعل، اذا هنا السعال او يعطس أو يتكلم. إذا هنا كنقل الرذاذ مباشرة، إذا أو يعطس أو يتكلم. إذا هذا بالنسبة للانتقال المباشر. إذا هذا الانتقال المباشر. نمشيو الانتقال غير مباشر. إذا بالنسبة للانتقال غير المباشر، إذا هنا غنشوفو بالنسبة للانتقال غير المباشر قلنا عن طريق ماذا؟ ملامسة. إذا عن طريق ملامسة، إذا عن طريق ملامسة ماذا؟ الأشياء أو الأسطح. إذا هنا عن طريق ملامسة الأسطح التي وقعت، التي وقعت عليها القطيرات. إذا هذا التي وقعت عليها قطيرات الشخص المصاب، قطيرات الشخص المصاب. إذا هذه طرق انتقال فيروس كورونا، إما انتقال مباشر أو انتقال غير مباشر. إذا هنا بالنسبة عن طريق ملامسة الأسطح التي وقعت عليها قطرات أو قطيرات الشخص المصاب. إذا هذا بالنسبة لفيروس كورونا، إذا هنا عن طريق ملامسة الأسطح التي وقعت عليها قطيرات الشخص المصاب. انتقلوا للسؤال الثاني، اربط بسهم كل عباره بما يناسب. اذا نحاولوا الربط بالنسبه كل عباره بما يناسب، عندنا تلوث الماء، تلوث الهواء، تلوث الارض. اذا امراض الجهاز التنفسي، انتشار الاسبال والحشرات، نفوق الاسماك. ما معنى نفوق الاسماك؟ هي موت الاسماك. اذا تلوث الماء بناء من يعني الاسباب ديالو او النتائج ديالو، اذا نفوق الاسماك. اذا هنا بالنسبه لتلوث الماء، تلوث الهواء، بالنسبه لتلوث الهواء هي اللي كتنتج عليها امراض الجهاز التنفسي. وعندنا تلوث الارض، انتشار ماذا؟ انتشار الاسبال والحشرات. اذا هذا بالنسبه للسؤال الثاني. ننتقلوا السؤال الثالث. اذا السؤال الثالث، عندنا اضع علامه اكس امام السلوكات اليوميه التي تعزز الصحه الجيده. إذا بالنسبة السلوكات اليومية التي تعزز هنا بالنسبة صحة جيدة، أغسل يدي مرة واحدة في اليوم. إذا خصني نغسل يدي، إذا فيما غسل الأوساخ أو شي حاجة مسخة خصني نغسل يدي ماشي مرة واحدة في اليوم، عدة مرات في اليوم. إذا هذا ماشي سلوك صحيح. أتناول وجبات وأغذية متوازنة، نعم، لأنك تحافظ على الصحة.
إذا هنا نعملو علامة إكس. إذا أتناول وجبات وأغذية متوازنة. ألعب في أماكن ملوثة، إذا هذا خطأ. إذا هنا ممكن تقاس بشي مثلا شي فيروس إكسيتيرا. إذا هنا خصني ألعب في أماكن نظيفة، إذا هذا سلوك غير صحيح، إذا لا يعزز الصحة جيدة. إذا هنا السلوك الذي يعزز الصحة الجيدة هو أتناول وجبات وأغذية متوازنة. إذا غنتقلو كيسيون أو السؤال الموالي بالفرنسية، إذا هنا parmi la liste des sous je coche les mesures qui contribuent à éviter la contamination par cette maladie. إذا هنا شنو نعمل؟ غنكوشي نعمل علامة. إذا من الأشياء اللي كتساهم يعني في يعني ما نقولوش من تقليل انتشار إذا فيروس كورونا. إذا هنا se laver régulièrement les mains avec du savon. إذا أغسل بانتظام يدي بالصابون. إذا restez à la maison البقاء في المنزل. Portez un masque هو ارتداء الكمامة. إذا بالنسبة هنايا se laver régulièrement les mains avec du savon، نعم خاصني أغسل بانتظام يدي. إذا restez à la maison لا، إذا هذا ماشي حل أنا نبقى في المنزل، خاصني نخرج ولكن خاصني يعني ارتدي الكمامة، يعني أغسل يدي دخلت إلى آخره. إذا هنا لا ما نعملوش علامة. بورتي أن ماسك صحيح، يعني خصنا ارتداء الكمامة يعني باش نتفاداو انتقال الفيروس. إذا كان هذا هو التصحيح وكان هذا هو الامتحان، امتحان في المتناول. نتمنى نكون فدتكم، شكرا وإلى اللقاء.